السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم في جريدة نيشان. هذه الجريدة اللي تجي باش تسألنا على الأثمنة ديال الحوت بالنسبة للمواطنين، لأن هي تهم المواطن باش عارف المصلحة ديال المواطن في كاين. تتسألنا على الأثمنة ديال الحوت، مرحبا. عندنا أستاذ هذا تيتسمى هذا الحداد من نوع ديال الشرغ، هذا تيتسمى شرغو، نوع ديال الحداد. الحداد فيه واحد 4 ديال الانواع ديال الحوت، فيه الشرغو، فيه بولبرادع، فيه الشيليه، فيه شرغو حر. يعني هذا هو هذا النوع الاخر ديالهم، هذا سميتو الحداد. هذا الثمن ديالو ما تيتجاوزش ما بين 50 درهم حتى ال 55 درهم 60 درهم، هذا هو الثمن ديالو. الثمن ديالو زوين. هذا ميلو، هذا لاباطيش، حنا تنقول لها الحواته لاباطيش، وهي معروفه عند المواطن بميلو. هذه الثمن ديالها تزيد المناسب 25 درهم حتى 30 درهم، هذا هو الثمن ديالها. عندنا هنا الفرخ، هذا هو المش، وتنقول له حنا الفرخ. هذا الثمن ديالو تيتجاوز 60 درهم 50 درهم، هذا هو الثمن ديالو. فريش، هذا ماشي كونجي، هذا فريش. وكاين هذا النوع ديال المعزه، هذه معزه. حتى هي الثمن ديالها تتجاوز ما بين 60 درهم 65 حتى 70 درهم، هذا هو الثمن ديالها. حيت معزه شويه كاين الثمن. وهذا واحد النوع ديال الحوت ديال الاناناس، هذا الثمن ديالو جد مناسب ما بين 30 درهم 25 درهم حتى 20 درهم. وعندنا استاذ الصول، الصول راه يعني راه جيتي يعني لقيتينا كملنا. عندنا الصول، الصول تيتجاوز الثمن ديالو. حيت دابا الصول فيه انواع، كاين صول بلاش، كاين صول عادي، كاين عاده، كاين هاد الصول ديال الكونج اللي تيكون دابا حتى هو زوين. بلايا حتى هي زوينه، ماشي حتى هي مزيانه، من تنصحوا بها المواطن ياكلها يعني مزيانه. شنو السردين الساعه الحق؟ السردين خويا الثمن ديالو اليوم، هاد السردين معاه كاين شويه ديال الريح وشويه البالكوات ما خارجينش. السردين اليوم ديال 300 درهم، السردين ديال 300 درهم الصندوق، يعني سردين مليح. وكاين سردين ديال الصحراء، يعني هذيك تنسميوها حنا الصاصيه، تتجاوز الثمن ديالها ما بين 180 درهم حتى 200 درهم 170 درهم، هذا هو الثمن ديالها. اما السردين العامر اسفي يعني ولا جديده ولا البلاد ولا كذا، الثمن ديالو راه هذا هو الثمن اللي كاين ما بين 300 درهم الثمن اللي كاين. يعني السردين اليوم الكروبيت، الكروبيت اليوم كان واحد شويه ديال الثمن شويه طالع. الكروبيت اليوم الصندوق ديالو راه مشى ب 1200 1100 1000 درهم، هذا هو الثمن اللي مشى به اليوم. يعني الصندوق. وكاين الميرنا، الميرنا راك عارف استاذ، الميرنا تتجاوز ما بين 60 درهم 50 درهم، يعني كونجلي، كونجلي دايره 50 درهم، كونجلي 50 درهم 60 درهم. ولكن الميرنا فريش، الله يحفظك خويا، ميرنا فريش الثمن دايره ما بين 80 درهم 70 درهم، وما كاينش شي فرق كثير. يعني دابا الكونجلي تيجي حيت كاين الحوت اللي تيتكونجلا من الباركو من البحر، تيمشي ديريكت للشركه مكونجلي هذاك، يعني فريش يخرج من بالي من الباركو ديريكت للشركه، يعني للمكان. والفرق ما بين الكونجلي ديالنا دابا وما بين الفريش، يعني الكونجلي خصو يتكال، ماشي ما كاينش كونجلي، كاين كونجلي مزيان، كاين صول كونجلي زوين، كاين كريز كونجلي مزيان، كاين ميرنا كونجلي مزيانه، كاين حوت كونجلي كبير مزيان في ثمن سوين مزيان مناسب للمواطن. هنا هو الفريش، يبقى الحوت فريش. يعني الفرق ما بين الكونجلي، ما خصكش كونجلي الا جيتي خصك تاكله. يعني كونجلي راه فيه حوت مزيان وفيه اثمنه مناسبه. يعني هذا كونجلي دايز على يد الطبيب وعلى يد فهمتي، ماشي جاي عشوائي ولا شي حاجه، يعني مراقب. وكاين الفرق ما بين الفريز، راه تيبقى الحوت فريز راك عارف، يعني تلقى فيه واحد اللوغو زوين، اللوغو زوين من ناحيه اللذه من ناحيه، هذا هو الفرق اللي كاين. الفرق ما بين السديه والبوطه خويا، السدي الناس كيسولوا على القضيه. دابا البوطه باش نوضحوا الناس مزيان، باش يكونوا الناس على بال. دابا كاين البوطه وكاين السيبيا. ودابا تيبيعوا لهم البوطه يعني بالسيبيا، كاين شي ناس الله يسمح لهم. هي البوطه كاين واحد النوع ديال البوطه باش يعرفوا الناس، النوع ديال البوطه راه كالامار، نوع ديال البوطه كالامار حقيقي. وكاين واحد النوع ديال البوطه يعني بوطه، هي اصلا بوطه دايرين يطعموا بها الحوت. كاين واحد النوع ديال البوطه ما مزيانش، وكاين واحد النوع ديال البوطه مزيان، يعني تعيبها كاليتيات، باش الناس يكونوا على بال، باش يمشيو كاملين يقولوا لا حكا راه البوطه راه مضره خايبه. يعني كاين واحد النوع مزيان دايز على اي طبيب كذا، نوع ممتاز، كاين واحد النوع شويه ناقص.
يعني هذيك باش يطمعوا يطعموا بها الحوت. هذا هو الفرق. وكاين السيبيرات، السيبيرات تتجاوز الثمن ديالها ما بين 90 درهم حاليا، دابا 85 درهم 80 درهم في السوق. يعني باش بنادم راه المواطن راه عارف، عارف الفرق بين البوطه وعارف الفرق بين السيبيه، راه عارف المواطن. دابا بنادم اللي تيبغي يمشي ياخذ كالامار راه بين الكالامار، راه كاين الكالامار وكاين الباسامان وكاين كالامار. دابا راه خويا راه تيتجاوز الثمن ديالو 140 درهم 130 درهم في السوق لداخل. يعني راه كالامار هذا هو الثمن ديالو اللي كاين. اخيرا تنشكروا جريده صراحه، والحمد لله راه الحوت غيتواجد ان شاء الله قريب، غتدوز واحد الازمه ديال كاين واحد المنزله هذا الاسبوع هذا، وان شاء الله غيتواجد الحوت، غتدوز واحد ثلاث ايام ديال كاينه ديال الريح، ديال راه كاينه الريح مفيطه وكاينه منزله، غتدوز ان شاء الله غيتواجد الحوت، وغيكون ان شاء الله حوت الثمن زوين، وغيكون الاقبال ان شاء الله.